تجرأ وقل للناس أخطأت، لقد نسبت لقبا شيطانيا لمحمد في نسخة الأولى، ولكن خجلت أن أعتذر وأقول للناس بأني أخطأت، فقمت بالطبعة الثانية وحذفته بصمت. أهلا وسهلا بك. بداية دعني أريك شجاعتي. هذه المعلومة التي ذكرتها في الطبعة الأولى كانت خطأ مني، وقد تراجعت عنه في الطبعة الثانية والثالثة والرابعة، وبالمناسبة سجل علي، ليس هذا هو الخطأ الوحيد الذي أخطأته في كتبي، فأنا لم أدعي العصمة لها في يوم من الأيام، وما هو مكتوب اليوم في الطبعة الرابعة قد أتنازل عن بعضه في الطبعة الخامسة. إذا الكتاب المقدس اللي أنت بتؤمن فيه بيتغير من طبعة لطبعة، فأنت حتيجي على كتاب موقف وتقول ليش تغير يا موقف؟ مو معقول الكلام هذا. إذا موقف أخطأ في هذه المرة، فأنا مستعد لمناظرتك بعنوان أخطاء الكتاب المقدس، لأثبت لك بدل الخطأ 10 و100 من كتابك المقدس. كل الناس تخطئ، إذا الكتب المقدسين أخطأوا، موقف ما حيخطئ. طيب شوف شجاعتي. ماذا يقول المنطق؟ اللوجيك، ماذا يقول التفسير المنطقي لهذه؟ جاء الرب من سيناء، هو محمد الرب، أشرق لهم من سعير، الرب نفسه تلألأ من جبل فاران، الرب نفسه. هل محمد هو الرب؟ إلا إذا كان محمد هو الرب خبرنا، لأنك مرة تجعله الشيطان ممكن تجعله الرب. لا، أنا أتحدث أستاذ. الأستاذ يقول هذه تتحدث عن حضور الله يا أستاذ. أولا، عندما يتحدث الله عز وجل عن مجيئه، قد يراد حضور نبي من أنبيائه، أو ملاك من ملاكه، أو قاضي من قضاته، أو شريعته. هذه طريقة التوراة في التعبير. الله قائم في مجمع الله، يعني القاضي واقف في مجمع في وسط الآلهة يقضي، يعني واقف في وسط القضاء. دائرة المعارف الكتابية تخبرنا أن اسم الله اسم عام أكثر من الله، يدل على من يمثلون الله عز وجل، يدل على الأنبياء، يدل على الملائكة. موسى بن ميمون الحاخام يقول علم كل عبراني أن اسم الله، يعني حسب التوراة، مشترك للإله والملائكة والحكام مدبري المدبر. يقول الله جاء الرب، المقصود جاء ملاك الرب أو جاء نبي الرب أو شريعة الرب، فكل هذا صحيح. نحن مكان وطني، وقلت لك أنك لن تستطيع أن تثبت وجود مكة في أثبتها أصلا بعد الميلاد، لكي تستطيع أن تثبتها قبل الميلاد في القرن الثالث بعد الميلاد حاول تثبتها. مكة لا وجود لها، لم تكن موجودة أصلا في الأستاذ رشيد يسأل يقول هل ذكرت مكة في القرن الرابع قبل القادي؟ لا، الحقيقة يا أستاذ معلوماتك بدها مراجعة بشكل كبير كبير كثير. أولا، ذكرت في كتابك المقدس. إذا كان هذا السفر سفر التكوين من كتابة موسى عليه السلام، فمعنى ذلك أن موسى ذكر مكة في القرن 14 قبل الميلاد. اقرأ ماذا يقول الكتاب المقدس. هذه نسخة نيوكاسل 1811، يقول عن بني قحطان في سفر التكوين: كان مسك مكة، إذا تقول من ميشالات، من أن تجيء إلى المدينة. هذه سعاد يجاؤون الذي أفهمنا الغامض من التوراة، يقول كان مسكنهم. هذه نسخة توراتية يا أخواننا، نسخة توراتية بحروف عبرية، ترجمة عربية لكن بحروف عبرية. تقول كان مسكنهم من مكة. إذا كان كاتب هذه التوراة هو موسى عليه السلام، فمعناته موسى كتب قبل 14 قرن قبل الميلاد يا أستاذ. في 14 جاءون سعادية، حبر من أحبار الكبار عند اليهود، يقول في سفر التكوين، هذه نسخة من التوراة. لذلك سألتك في أول سؤال أي نسخة من نسخ التوراة تعتمدها، وأنت ما رضيت تجاوب. يقول كان مسكنه من مكة، اسم مكة. في التراجم الحديثة اللي عندك يكتبون مسا، أحيانا يكتبون مشا، أحيانا ميشا، كل واحد يكتب على كيفه. طيب أنت تسأل تقول مين ذكر قبل؟ طيب ديورد الصقلي في عام 30 ميلادي توفي هذا الرجل، يقول في كتابه خزانة التاريخ وهو يتحدث عن العرب، يقول يحصلون على طعامهم بصيد الحيوانات،
ويوجد هناك أيضا معبد وهو مقدس ومبجل للغاية من العرب جميعهم. هذا وين؟ هذا وين القرن الرابع يا أستاذ؟ هذه خريطة بطليموس في عام 170 ميلادي توفي الرجل، تتحدث عن مكرابة. مكرابة وين مكرابة هذه؟ انظر إلى مكرابة، هذه مكرابة مكة المكرمة، وهذه لاثريب يعني يثرب، وهذه ثيماء اللي هي تيماء. فهذه مكة في مكرابة في عند بطليموس. قصة تشارلز فورستر يقول مكرابة بطليموس هي مكة. البروفيسور إيان موريس يقول هناك إجماع في الأوساط يقول على مسألة مكة مش هي مكة، وهذا ممكن نتناقش فيه لساعات. ماذا قدم لنا محمد؟ لقد قدم لنا محمد السبي وقطع الأيدي وغزو اليهود الذين يجاورونهم وطردهم من بيوتهم وسبي بناتهم مثل صفية وغير ذلك من التمار التي لا زلنا نجنيها إلى اليوم. جماعات من ثمارهم تعرفونه من النص اللي أنت قلته، القتل والإرهاب في النصوص المقدسة، القرآن والكتاب المقدس. أتحداك ولن تجرؤ على الموافقة. السبي والاسترقاق الذي أنت ذكرته، أنا أيضا أتحداك في مناظرة عن السبي والاسترقاق بين الإسلام والمسيحية. إذا تركنا الكتب المقدسة من ثمارهم تعرفونهم، نريد أن نتحدث عن الوحشية التي ظهرت في التاريخ. هل يستطيع الأستاذ رشيد أن يناظرني في موضوع الوحشية بين القرآن، بين حياة الإسلام، حياة المسلمين، وبين رسل المحبة والسلام الذين ملأوا العالم بالمشاعر المحترقة، الأجساد التي أحرقت في سبيل المسيح كما يقولون؟ نعم يا أستاذ، هذا ما أدعوك إليه. إذا كنت تؤمن بنص من ثمارهم تعرفونهم، فدعنا نبتدئ بهذه الأربع مناظرات بعد ما ننتهي من المناظرة الثانية. لحد الآن لم أجد أي شيء يمكنني الرد عليه. جهزت أكثر من 120 سلايد، لم تعطني أي شيء. ما فيش لحم، ما فيش ميت. اعطني شيء يمكن الرد عليه حتى أستطيع أن أقدم مادة تعجب